واحد عنده السكر وتمشي ياكل لك الفريد، وياكل لك ماكله، ياكل الخبز ديال الفورس، وياكل لك الماكل ديال المعلبات، هذا ما فهمش على انه العروق ديالو راهم تيضعفوا وتتراكم فيهم مواد اللي ما تقدرش تدوز للجسم ولا تخلص منها الجسم. بدليل تتلقى من بعد 3 سنوات ممكن 5 سنوات العينه تضعف، الكلاوي تضعفوا، والبنيه تضعف، بنادم تبدا تضعف. واش هادو ما فهموش على ان خصو يتعلموا ياكلوا 100%؟ فاذا صفر بقايا مازال ما بغاو يفهموا. وما فهمتش انا الخطاب ديال مجموعه الاطباء تيقولوا لهم كلوا كل شيء ما كاين مشكل. واش هذا فهم؟ علما انه اللي تيضعف العروق خصوصا المو السكري اللي العروق تيضعفوا، عندك المواد الحيوانيه، بدا بالحيوانيه اللحوم الحمراء بالخصوص اذا كانت هرمونيه، والبقري اقبح اللحوم الحمراء، زيد عليها الدجاج الرومي والبيبي اللي فيه هرمونات اللي تضعف القلب وتضعف العروق تاع الدم، العروق القنوات الدمويه، وتضعف الكبد. وشكون هو الكبد؟ هو من الاعضاء اللي تتنظم السكري داخل الجسم. اذا الى اين يبقى هذا الجهل؟ وعلماء التغذيه تيتكلموا بشكل واضح، حضروا راسكم الكبد راه تيتكرفس مع اي اكل، حضروا راسكم من القنوات الدمويه تضعف، وهنا في الانسان تبدا تتصاب مشاكل. جا الوليدات عندنا، من وليد عنده 11 سنه في تطوان والله يحفظه، من اربع اشهر حتى الخمس شهور استطعنا بفضل الله اننا نتغلبوا على السكري، والطبيب هو اللي حيد له الانسولين. دليل على انه الى اطباء ما علمتيهمش فقط سيروا معهم الطريقه اللي تيقول لكم، وفاجئوهم بعد ما تبعوا هذا النظام الغذائي اللي غادي نعطيكم. وكثير من الناس اللي تبعوا النظام الغذائي استطاعوا يخرجوا من الانسولين، وعندنا المئات اللي خرجوا من الانسولين، دابا تعيشوا حياه عاديه. وهذا دليل على انه التغذيه محور في علاج السكري. اول ماده غنركزوا عليها وممكن انها تكفي الى احترمنا الاحترام، هو زيت الزيتون على الريق. هذا الوليد اللي 17 سنه هو تيعاني من السكري، ممكن اليوم عنده 20 سنه، ممكن عنده 25 سنه، حنا نمشيو حتى 30 سنه ما عندناش مشكل. زيت الزيتون على الريق تكون حره بلا ملحه، تتاخذها ساعتين قبل الافطار، تتقوي القنوات الدمويه، تتقوي القلب. كثير ناس عندهم الكلاوي عيان يخرجوا من الفشل الكلوي، كثير ناس عندهم الكبد عيان يخرجوا من التشمع الكبدي. واحد جاني من بوسطن البارح، من بوسطن من امريكا الشماليه، ملي تبع معنا خرج من ضعف النظر وخرج من ستياتوز اللي هو الكبده تتكون فيها الشحمه. دليل على انه الاطباء تفاجئوا ملي كان هذا العلاج بهذه القوه وبهذه الصرامه وبهذه الانتاجيه، بهذه ليفيكاسيتي، بهذه الجوده. دليل على انه زيت الزيتون من ارقى ما يمكننا نستعمله في ضبط السكري، وتنحمي القنوات الدمويه، وتتقى الاوكسجيناسيون ديال الدم، الكبد مرتاح، البنكرياس مرتاح، الكلى مرتاحين، حتى الدماغ تيتقوى ومرتاح، كلهم تيتعاونوا باش السيد اللي عنده السكري نتعاونوا معاه نقدروا نغلبوا على السكري. اذا زيت الزيتون على الريق. ثانيا كل الخضار الخضراء اللي يقدر السيد يتحملها ويعرفها ويستافد منها، خذها عصائر. هنا تنصح بزاف بالمعدنوس، عندنا حق في 100 غرام حتى 150 غرام في النهار، خضر مطحون، ولكن خصنا نغسلوه بالماء ونشفوا في الكتوب ديال القطن ونحاولوا نستعملوه بطريقه جيده. هنا تناخذوا عصائر قبل الاكل بالطبع باربع ساعات حتى نص ساعه، ممكن نضيفوا الى التفاح، والتفاح مهم في مراقبه كثير من الاخطاء اللي كاينه في الكلى بحال الحجر او الكبد عيان، تنقدوا لي ترانزاميناز، او نتكلموا مثلا على العياءات الجسم اللي مول السكري تيعرفها بواحد الشكل كبير، وهكذا المناعه تترتفع بشكل كبير. ولما لا الكرفس اللي عنده التونسيون مزيانه، او البرو، او الثوم، او البصل، هذو كله خصنا نستعملوهم، كلهم اللي يستعملوا الماء والبصل في السكري ارتاحوا راحه خاصه جدا. وعندي ناس خرجوا من السكري، لذا تنقولوا اكثر من 700,000 حاله سكري نجحت عن طريق زيت الزيتون على الريق والماء والبصل. 700,000 بمعنى ما كاينش المستعصي من الامراض بخصوص السكري. وهكذا يمكننا نعاونوا الناس عن طريق الخيار، عصير مع شويه المعدنوس، او المعدنوس مع التفاح، الماء والبصل، عصائر كلهم اساسيات. ثم الانسان يستعمل القطني طبيعيا يطيبون في الدار،
الفول الحمص العدس مع الثوم المعدنوس وزيت العود ويزيدهم شويه هذا المرجان، وهكذا كاسلوب اولي تمكننا نتغداو بهذا الاسلوب. وما يخصنا خير اما المعلبات والمقلي، كلهم ناس فهموا على انه مصائب العالم وكلها ابواب للسرطانات وابواب مع الاسف لكل هذه الامراض اللي هي المقلي والمعلبات واللحوم الحمراء والدجاج اللي كاين في السوق. والغريب كاينين الناس تينصحوا الناس بالفرص طبيب الدقيق الابيض، هذا جهل، وينصحوا الناس انهم ياكلوا السكر الابيض والملحه، هذا كله الجهل وقله العلم. والعلماء التغذيه تيتبرؤوا من هاد الناس تيتكلموا هذا الكلام اللي تيقول كل شيء ما عنده علم، واخا يكون قاري 30 سنه في الجامعه لانه ما فاهمش الاثار ديالها على الجسم. وتلاحظوا الناس كلهم اللي مشاو في هذا الطريق الخطا بقاو في الخطا، والناس اللي خرجوا من هذا النوع من التغذيه السيئه فقط بداوا تيخرجوا ثلاث شهور الاولى كثير من الامراض بدات تتحيد. والخفه والحيويه والشباب مهمه جدا، والسكري بالطريقه ان شاء الله نتغلبوا عليه والله تعالى يخفف ما نزل. حياه الانسان متعه وفرصه، وكثير من الناس تسافروا اسفار ولكن تيحلف امراض بحال الاسهال بحال التعفنات بحال حساسيه نظرا للاجواء الغريبه اللي مغيره عليهم، وما تيعرفوش يتصرفوا. ولكن عندنا واحد الماده الا ما كانتش ما يمكنناش نكونوا في الحياه اللي هي الماء، ولكن طريقه الاستعمال الناس ما تيعرفوش يستعملوها. مثلا كاينين الناس ياخذوا الماء مع الاكل تيدير لهم غازات، او تياخذوا الماء من بعد الاكل تيدير لهم مشاكل اللي هو انتفاخه البطن مثلا وسوء الهضم. حنا بغينا نعطيكم الماء تنغليوه غلي بحال نطيبوا الشاي وتنشربوه ملي تنوحلو مثلا في الحالات التاليه. اولا تيكون حموضه المعده، شربوا في الحين كاس الاول نص ساعه، كاس الثاني نص ساعه، كاس الثالث ورابع. هاد الحساسيه الحموضه في المعده استطعنا نضبطوها عن طريق هذا الاسلوب اللي هو متميز. حتى في حاله الاسهال استعجالا بنفس الاسلوب، علاش ما ناخذوش ايترو كل نص ساعه؟ ناخذوا ايترو 3 إلى 4 مرات في اليوم. عندي سيده زوجها لا طبيب، عيطت لي بالليل ممكن 8 8 ونص ديال الليل، وقالت لي استعجالا عندها مشاكل صحيه وعياءات وحساسيه. عطيتها الماء المغلي ايترو نص ساعه، لتر ثاني ثم لتر ثالث. الصباح عيطت لي قالت لي السي العلوي الحمد لله مشكل ما بقاش. قلت ما تقولها لي، قول لها راجلك اللي طبيب يتعلم يعطيها للناس باش يحيدوا من الحساسيه والعياءات، وهكذا يمكن ان نتخلصوا من كثير من المشاكل. لقينا هذا الماء المغلي حنا تندخلوا في القاعدة التالية، الماء المغلي تنعتبروا كل ما عندنا حساسية، عندنا حموضة، انتفاخات البطن، عندنا مشاكل صحية معينة، تيمكن نستعمل المواد اللي هي منقية أساسا. والغريب في الأمر الماء المغلي منقي، واحد، ثانيا أنه ما فيش مواد اللي هي مؤثرة بحال الأعشاب ولا خضار ولا زيوت ولا عسل، وهكذا تيبقى محايد، ولا نوتراليتي ديالو تيخلي عن انه ميتزوس في الجسم تيجمع الوسخ كله وتيلوحوا بدليل. تتشوفوا البول ديالكم من بعد هذه العمليه هذه شرف الله قدر السامعين تيكون موسخ وتيكون خانز في الثلاث ايام الاولى ممكن الاسبوع الاول. وهكذا استطعنا في كثير من الحالات ديال الحساسيه الجلديه، حساسيه ديال الربو، حساسيه ديال كثير من الامراض، يمكن عن طريق الماء المغلى نتغلبوا عليها. عندي ناس في اوروبا حاليا، من سيده في بلجيكا قضت 3 سنوات الفحوص وما عرفوش اش عندها، وبقات تشتكي وراجلها ضاق به الحال. على كل حال ملي تسنتوا من لي فيديو الحمد لله نشرنا منا هذا الفيديو اللي خصكم تعتنيوا بها وتنشروا بعدكم البعض، لقينا ان هذا الماء المغلي استطعنا عن طريقه تخلصوا باقل من 3 ايام من خلصنا هذه السيده من هذه العياءات اللي الفحوص الطبيه ما بينات والو، ولكن العياء كاين. بخدات الماء المغلي من جهه وزيت الزيتون مع الثوم مرقد من جهه ثانيه استطعنا على انه نحققوا الانتصار المتميز. فالرجل مع صلاه الفجر دخل شاف صاحبه اللي دلوا على الفيديو بدا تيعنقوا، قال له الله يجازيك بخير. قال له اش وقع؟ تكلم له على النجاح تاع السيده ديالو. طبيعي سول السيد، سول هاد الزوجه لهاد السيده، قال لها واش كان عندها؟ قال لها ما باغيش نعرف واش كان عندها. برات ونبينا عليه السلام. وهكذا الناس خصهم يتعلموا يبراوا اولا، يفهموا من بعد، ثم نوضعوا قواعد عمل المرحله الثالثه، وهكذا تمكننا نعمموا بحال اللي تنعمموا معكم هذه حاليا هذا النوع من النجاحات حتى تكونوا اسياد. اذا ملي تحسوا الاسهال، تحسوا بلي كونستيباسيون، اذا سي ريغولاتور ديال لو ترانزيت، مي تحسوا بحساسيه الجلد،
الربو تحسوا بكل تعفنات الجسم حتى الحساسيه الحكه وليزورتيكار. خذوا الماء المغلى اساسا بدايه قبل اي شيء استعجالا، ثم وضعوا قاعده عمل وانكم تكون عندكم المده العلاجيه طويله، ممكن 3 اسابيع، ممكن 3 اشهر، ممكن اكثر حسب المشكل الصحي. تعلموا تاخذوا 2 كيسان كبار ديال الماء مغلي قبل الاكل 5 دقائق، ممكن 10 دقائق. لقينا من الشهادات المتميزه رجل اعمال مسكين مع السن والعياء والدقه اللي عنده، تمشي على كرسي متحرك، اتصل بنا في الاذاعه وخبرناه بهذا البرنامج اللي هو الماء المغلى. اسبوع واسبوعين كنا في الاستوديو مره اخرى، وكان معنا طبيب متميز اختصاصي في السكري، رئيس جمعيه تاع السكري، ثم تسمع السيد تيشهد في مع حنا في الاستوديو بالهاتف، تيقول لهم الماء المغلي حققت به شيء اللي ما حققته عن طريق الادويه اللي كورتيزون بالخصوص. كان عنده ضيق التنفس، قال لي الان وليت الخوي صدري من العفن من الوسخ ومن التعفن، وهكذا وليت حر، جهاز تنفسي متميز، تنتنفس بشكل صحيح. والطبيب قال لي يا عبد الله اشد الماء مغلي وكيف هذا النجاح؟ هنا الناس تلقائيا فرحا بالطبيعي انه تنجحوا. قال لك اولا غير مكلف، ثانيا تنعرفوا شكون هو ونختاروا من الماء اللي بغينا، ناخذوا معدنين، ناخذوا النوعيه اللي بغينا، وتنغليوه بالطريقه حتى بحال اللي تنطيبوا الشاي وتنشربوه بالقدر المطلوب. ديما ما ناخذوش على الريق، ناخذوا ديما بعد الافطار بساعتين، وعند الاستعجال هو اللي سيحكم، ناخذوا بالكميه اللي تكلمنا، كاس 2 كيسان كل نص ساعه 3 5 مرات في اليوم، ممكن ايترو 3 لتر كل ايترو بيناتهم نص ساعه، وهكذا تنحدثوا العلاج. كذلك في طنطا رجل عنده فوق الستينات تم 7 سنوات هذه الشهاده ديالو، تيقول انه الجهاز الهضمي معفن ومكرفصوا ادويه ما نجحناش، تنخلصوا اموال وفحوص ولكن لا علاج. نخذ الماء مغلي اقل من 3 اسابيع، قال لي العفن اللي كان في الامعاء مشى، وليت حر من العياء تاع الجهاز الهضمي، وهكذا الناس تلقاو راحتهم بشكل صحيح.